قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. فواز، من فضلك أريد أن تراجع معي سورة الشمس. نعم، ولكن انتظري قليلاً حتى أتوضأ. لماذا؟ ألم تصلي الظهر حتى الآن؟ بلى، لقد صليت الظهر في موعده. إذن لماذا تتوضأ؟ فالعصر لم يؤذن بعد. علي أن أتوضأ قبل أن ألمس المصحف بيدي، لأن من تعظيم القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة وهو يمسك المصحف. لم أكن أعلم هذا. سوف أتوضأ معك حتى أكون على طهارة وأنا أقرأ القرآن. خطأ يا نورة، لا تضع المصحف هكذا، فللمصحف احترامه. ضعيه على الرف أو على الطاولة ولا تضع شيئا فوقه. لم أكن أعلم هذا أيضا. والآن هيا نتوضأ. هيا. أعتقد أنه من الأفضل أيضا أن أطفئ التلفاز. أحسنت يا نورة، هذا صحيح، فليس من آداب التلاوة أن يكون هناك صوت آخر يعلو فوق صوت القرآن. بارك الله فيك. هلا.